صباح الخير، صباح الرباح الاخوات، اخوات ديال اليوتيوب. صباح الخير، صباح الرباح. شوفوا الشتا ما شاء الله هنا في ايطاليا طاحت كثيره ما شاء الله. نتمنىها تكون عامه على العالم كامل، يا ربي وجد الرزق وجد الصيف ويحيد الامراض ويكون الدنيا زوينه. طليت عليكم بطلي اللي تفرح ما شاء الله، واخا راه البالكو ضيق والشتا تصب. انتم شوفوا تبارك الله ما شاء الله، خيرات ربي تبارك الله في الطيح. بان لكم غير لهي شوفوا غير يشرب. خيرات ربي تبارك الله ما شاء الله. الشوكي دايره كد بابا وهي رقيقه. هنايا الدخله ديال الدار غدا خارجه الصباح هذا، المشيشه ديالتي فين جالسه خارج ليكم الظلام وتبان شي دخلات، خافت من البرد مسكينه. خارج عندي عندي الكراج على برا حاطه ليها. ها انتم تبارك الله شوفوا هذا الصح قدام الدار، هي الدار على شكل فيلا وهذا السطح قدامها. شوفوا تبارك الله كيف تغلي الشتا. نتمنى من الله كلشي يشوف هذا الفيديو راه زوين وهلا حرمنا من الشتا. وشوفوا الليمون كي ولا تبارك الله ما شاء الله، واخا تصب الشتا غادي نقرب لكم الليمون. شوفوا تبارك الله كي ولا نتوما الشجره ديال الليمون نتوما شتو تبارك الله متكتك نتوما وعامر بالماء يا البنات، عامر بالماء. شوفوا تبارك الله شحال زوين من خيرات ربي ديال الشتا. شوفوا شوفوا هنا نسد الكراج مبغاش تدخل طاما نسدو. شتو الدجاج لهي راني حطيت لكم توا السطوريه ديالتو. الصهره في ايطاليا وتتعيش البساطه، نعيشو الحياه الزوينه تبارك الله ما شاء الله والحمد لله. تسكن في الكامبانيا ديال ايطاليا بحال نقولو العروبيه، ولكن هي مطورين مقاد كلشي كاين، الفارماسي كاين، الطب كاين، السبيطار كاين، المدارس كاين، الحوانت كاين، السوق تيجي من الحد لحد كما قلت لكم. غادي نشاركوا معكم هذا الحد، داك الحد كما كانش ما حطوش وكانت الشتا وسمعوا الصوت ديالها. شوفوا هي كيفاش تغلي كتصب متكتكة. هنا قدام الدار شويه مدرك كاين هاد السقف ديال البالكو والهيها ما كاين والو. وفي الصيف كتكون الدنيا زوينه 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 وبرده هاد الدار غزاله ما شاء الله، ماشي داري غير كاريه البنات. وكما كنقولوا كري تبات شريت ندغ، لا ما كريتيش ما غاديش بفلوسك بحال دارك هاك كاريه، تتخلصي شهرك شهر بشهر راك بحال دارك. هي زوينه زوينه عجباتني وارتحيت فيها والنفسيه ديالتي وحتى وليداتي عجباتهم، والسخونيه فيها فيها الدار ماشي فورني فيها بالغاز كنطلقو تتعود الدار زوينه سخونه. لهي كاينه الجرده راه كبيره راها فيها الدجاج وكدرت فيها نيت السلاوي، صدقات ليا غير جوج سلاويات ما عرفتش علاش ماتوا الاخرين. وحده عطيتها لجارتي ايطاليانيه قالت لي ضيقه وعجبها، وحده شديتها كلتها درت منها الكسكسو درت منها طاجين. شوف الدنيا شحال زوينه، كاينه الكرما كاينه المشماشه كاينه الفوخه وكاينه هذيك البرقوقه جوج والكرمه جوج والرمان. وهنا كاين الليمونه، هاد الليمونه داروها هنا مي قبل، هذوك الجيران اللي دايرين عندك الشبكه صافي. داك الفران ديال الشوا كنشوفو فيه في الصيف، باغا نطيب فيه الخبز وبقى ما طيبش العكز باش نقرد العود ونقادو ما مقرد ما والو. العود ديال هادي ملي زبرناها المشيشه كما قلت لكم هي مربيه ولدي من ايامات كورونا، من يلا بدات كورونا بشي شهر وراه كبرات تبارك الله. دابا راه شي 3 سنين عامين ولا ثلاثه كبرات، ولدت لينا ثلاث مرات صافي مبقاتش ولدات دابا. بحال ضربني البرد يصبح الصوت ديالي مع هاد الخلا ومع هاد تحلي الباب وتخرجي هنا، بحال حسيت بشويه البرد ضربني. ايوا هنا البنات سال الفيديو تنقول لكم فرجه ممتعه وقولوا لي كيفاش جاكم
الشكل ديال الدار، وخليو لي في كومونتير الا عجبكم البلوغات ديالي كيفاش نعيش الحياه. وشكرا لكم بنات وولاد، خواتات وخوت، ميمات والابوات ديالنا. ايوا هادشي اللي كاين البنات، ما خدمت عليكم والو. تهلاو في راسكم وباي باي عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد، وتكون الشتا عامه على العالم كامل. والله تكون عامه على العالم كامل، تبارك الله. راه غيجي العام زوين، عاد تكون الشتا عامه على العالم كامل. انا بديت معاكم ثاني، راني ما نتقاداش من الهضره يا البنات، حالة تحدث معاكم مباشره، والله ما نكذب عليكم. كتحسي بشي حتى تبغيه من ورا الكاميرا، وبحالة تحدث معاكم مباشره. شوف كنت تغلي تبارك الله. شوف دابا راني غادي تصحى الشر، غادي ندير واحد التكريطه لهاد السطح كامل. عندي واحد الكراطه كبيره نكرطه ونجفف في الدروج، حتى هما راهم كبار، وترجع الدنيا تلمع تبارك الله مزيناتها. يلا بسلام عليكم، خليتكم تشوفوا في خير. Yeah.